هنروح مع حضراتكم دلوقتي في جولة في المحافظات المصرية ونشوف الأخبار اللي حصلت امبارح. وفي الفيوم تم توقيع عقد إنشاء شبكة الصرف الصحي بسنهور البحرية بتكلفة بتصل ل 382 مليون جنيه. وفي الأقصر قدمت هيئة الرعاية الصحية خدمتها ل 14,624 مواطن. صحيح. وامبارح أيضا في أخبار المحافظات تم توفير الرز الأبيض بسعر بلغ 20 جنيه للكيلو في منافذ وزارة التموين في محافظة دمياط. في محافظة الغربية انطلقت أولى فعاليات برنامج القيادي بمشاركة 150 شاب. ومعنا أخبار أيضا تانية كتير من محافظات تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير القادم. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة، البداية من الفيوم اللي تم فيها توقيع عقد تنفيذ إنشاء شبكة الصرف الصحي ومحطات الرفع للتجمع القروي سنهور البحرية ضمن مشروع توسعات الصرف الصحي. المشروع بيشمل إنشاء ثلاث محطات رفع بتكلفة تبلغ 382 مليون جنيه. في مطروح أعلنت المحافظة مكتبة مصر العامة بسيوة أول مكتبة خضراء وتتميز بطابع وطراز معماري بيتوافق مع بيئة الواحة. وأكدت المحافظة إن اللجنة المشكلة لتقييم مشروعات المبادرة الوطنية على أرض المحافظة بتبذل كافة الجهود لمساعدة أبناء المحافظة في استكمال المشروعات وإدخالها على المنصة الإلكترونية للمبادرة. في الأقصر أعلن فرع هيئة الرعاية الصحية عن نجاح وحدة طب أسرة الزنيقة في تقديم 69,420 خدمة طبية حتى الآن لدعم حوالي 14,624 فرد من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة. في دمياط أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية عن توافر الرز الأبيض الفاخر هندي المنشأ بسعر 20 جنيه للكيلو بمنافس شركة تجارة الجملة المتواجدة بمدن دمياط ودمياط الجديدة وفرسكور وكفر سعد وراس البر. في الإسكندرية انطلقت اختبارات محافظين الأروقة والتجويد بالمنطقة الأزهرية بالمحافظة، واللي بيتم فيها اختيار محافظي عدد من المناطق هي مطروح والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط بالإضافة إلى الإسكندرية. في الغربية أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني التنموي للعمل الأهلي فعاليات برنامج الكوادر القيادية تحت شعار القيادي بمشاركة 150 من اللي تم ترشيحهم من خلال تسجيلهم بالاستمارة الإلكترونية اللي أعلن عنها مجلس الشباب المصري. في أسوان أعلن فريق مكتب الملكية الفكرية بجامعة أسوان تسجيل طلبات براءة جديدة بمكتب البراءات المصري ليصل عددها ل 57 طلب براءة اختراع. في شمال سيناء أكدت مديرية الصحة أنها تبدأ في تنفيذ خطة لتطبيق منظومتي التحول الرقمي والرقابة على الخدمات المقدمة بالقطاع الوقائي على مستوى المنشآت الصحية بمراكز شمال سيناء، وده بهدف تأثير وسهولة وصول خدمات الرعاية الصحية المقدمة بمكاتب الصحة والتطعيمات الروتينية للأطفال.